من العاصمة القبرصية. ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد الجالي، محرر شؤون الرئاسة في صحيفة اليوم السابع. محمد، ما بعد عقد المؤتمر الصحفي، إلى أين سيتوجه الرئيس السيسي؟ يعني بالفعل الرئيس السيسي يعني غادر بالفعل مقر القصر الرئاسي إلى البرلمان، نعم، حيث سيلقي كلمة هناك. وتابعنا بالفعل جميعا المؤتمر الصحفي الذي يعني أكد على علاقات التعاون والقلادات المتبادلة بين الرئيس السيسي والرئيس القبرصي. الرئيس القبرصي منح الرئيس السيسي أرفع وسام في قبرص، وبالتالي الرئيس السيسي منحه قلادة أمير التي شاهدناها جميعا على الهواء مباشرة. هو برنامج عمل حافل اليوم للرئيس السيسي قبل القمة الثلاثية التي ستكون بين مصر واليونان وقبرص غدا. ويعني نتوجه الآن، الوفد اليوناني سيتوجه نحو البرلمان لحضور هذه الفعالية. نعم محمد، هل هناك حديث عن الشخصيات الحاضرة عن الجانب القبرصي؟ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان. عدد من المسؤولين في قبرص، رئيس البرلمان القبرصي وأعضاء البرلمان، أعضاء اللجان المهمة في البرلمان سواء الاستراتيجية أو الاقتصادية، وسيحضر بحضور كافة وسائل الإعلام المتواجدة هنا في قبرص الآن، والوفد المرافق للرئيس السيسي الذي يعني لا يقتصر على الصحفيين والإعلاميين تحالف، بل يشمل أيضا نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة الوطنية للصحافة. الزميل محمد الجالي، محرر شؤون الرئاسة في صحيفة اليوم السابع، منضما إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.